اهلا وسهلا بكل حضراتكم متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان ولايف خاص. حقيقه هو مرتبط بلايف كنا طلعناه من 5 ساعات تقريبا، كنا بنتكلم فيه عن قصه فتاه كانت بتستنجد باهلها من خلال لايف طلعته على صفحتها الخاصه على الفيسبوك. فتاه بتبلغ من العمر 21 سنه، اتجوزت وفجأة لقيت نفسها معداش على زواجها 3 شهور إلا وإنها بتتعرض للضرب المبرح بشكل تقريبا يومي. حياة عبد الله كانت بتستنجد خلال لايف على صفحتها الخاصة على الفيسبوك بأهلها أو بأي حد مسؤول إنه يلحقها من زوجها اللي كان بيضربها. الحقيقة إنه أخوها وصل لها في وقت قياسي جدا، وكانت هي للأسف تعرضت لإصابات عديدة في مختلف أنحاء جسمها، وأيضا أخوها لما حاول ينقذها هو أيضا اتعرض لإصابات أيضا كبيرة. الحقيقة أنه من خلال تعليقات حضراتكم كانت في أسئلة كتير جدا حابين إن احنا نجاوب عليها، وأيضا في تفاصيل أخرى عايزين نعرفها من حياة. خليني في البداية نقول للناس، كانت بتسأل كتير جدا عن ليه حياة أول حاجة جت في دماغها إنه هي تطلع لايف من صفحتها على الفيسبوك علشان تستنجد بأهلها، ما هي كانت المفروض ممكن الأسهل والأسرع إنها تكلمهم في التليفون. لا أنا هقول لحضرتك، أنا ساكنة في الحدائق، في حدائق الأهرام في البوابة الرابعة، ما فيش شبكة هناك، ما فيش نتورك على الموبايل، يعني لما بكلم أهلي بكلمهم على فيس تايم أو ماسنجر وكده بس. وحاولت أعمل ده طبعا، بس أنا كان كل اللي عندي هي، يعني أنا عارفة أن كل قدامي هي الدقائق دي. ما عرفتش أوصل طبعا لحد، ففتحت اللايف بسرعة عشان أنا ما كنتش أعرف أن ناس كتير هتشوف اللايف. أنا عملت حسابي أن واحدة أو اتنين من صحابي هيشوفوا يكلم أهلي بس، وده اللي حصل فعلا. كلموا اهلي وكلموا اللي وصلوا لاخويا وقالوا الحق حياه جوزها بيموتها. والحمد لله ان التليفون كان موجود، يعني ده حصل كتير، حصل كذا مره، كل مره ممكن استخبى ان ما يكونش معايا التليفون وفي الاخر بخرج والموضوع ما فيش، ما بيحصلش فيه كده. الموضوع حصل قدام اهله قبل كده، واستخبيت في الحمام قدام مامته، ولما استخبيت في الحمام طبعا ما معيش ولا موبايل ولا معي حاجه، فضلت قاعده في الحمام لحد ما خرجت له تاني وما فيش، روحنا طبعا على البيت. طب انا برضو للناس اللي بتسال وبتقول هو اكيد هي عملت له حاجه علشان كده هو ضربها. ايوه فاهمه. لا هقول لحضرتك حاجه، المشكله ان احنا ما بنتخانقش، احنا ما بيبقاش بينا موقف ان انا اضرب. انا ممكن اضرب كده، لو هنتخانق اسيبه وامشي يضربني عشان انتي سبتيني ومشيتي، لو هقف يضربني عشان انتي وقفتي قدامي واستفزتيني. فهي الفكره ان انا اصلا ما بقتش عارفه هو انا دلوقتي، انا بقيت عارفه ان انا هضرب دلوقتي، بس هل انا هعمل ايه؟ فما بقتش عارفه اعمل ايه. فالموضوع ان هو 3 شهور رعب. انا عارفه ان انا هتضرب دلوقتي، انا عارفه ان انا بتشتم ومش عارفه ارد عشان ما اتضربش، فهل انا اتشتم واسكت ولا هل انا اتشتم واتضرب ولا لا؟ فضلت ساكته طبعا على الموضوع ده لحد ما لقيت نفسي خلاص انا في مره خلاص هموت. وقلت له الكلام ده وهو بيضربني، قلت له انا هموت منك ما خلاص. بعد اللايف اخوكي كنت بدردش معاه قبل ما نطلع اللايف ده، وقال لي انه تقريبا وصل لك في ربع ساعه، الربع ساعة دي انت كنت فيها ما زلت بتتضرب، ولما هو جالك هو ايضا اتضرب. الفترة دي ايه اللي حصل؟ يعني كان بيضربك، يعني كان بيضربك بآلة مثلا حادة، كان بيضربك، يعني هو اللي عرفته منه ان هو ضرب اخوك بحديد على راسه فتح له دماغه، كسر له دراعه. الفترة دي من، يعني انا فتحت اللايف سبب ان انا قفلت اللايف ان الباب اتكسر، هو كسر الباب من فوق دماغي، الباب نزل على دماغي فدخت ساعتها ما قدرتش اقوم. هو كان عمال بيقول لي خلاص اهدي، خلاص حقك عليا من ورا الباب،
صلي على النبي وافتحي لي وهنتكلم وهنعمل كل حاجه. فضل كده وهو بيقول لي طب صلي على النبي وهنتكلم، كسر الباب. طب لما دخل بقى بيطبطب عليا وما تخافيش وحقك عليا وخلاص بالراحه، وهو بيقول لي كده كم من ضرب يعني، هو بيقول لي اهدي بيضربني. ف ده اللي حصل من اول لما قفلت اللايف. قفلت اللايف بسبب ان لقيت الباب نزل من النص بالظبط. وانا قلت الكلام ده في التحقيق، طلبت معاينه وطلبت كل ده. وساعتها بقى خلاص كنت بموت طبعا. ايه اللي حصل لاخوكي لما الباب خبط ساعتها؟ فخرج يفتح الباب. هو ساعتها لما الباب خبط انا كان داس عليا خلاص. ساعتها اتشهدت وكنت خلاص. الباب خبط فقام راح عشان يفتح، انا خرجت وراه ففتح الباب، فانا كنت واقفه وراه شايفه يعني الباب، فلقيت اخويا. هو هناك في بابين مش على بعض، البابين جنب بعض شويه. فاخويا ففتح فقال له تعالى لي بقى. فانا لما شفت اخويا في الاول لحظه او لما حتى سمعت الجرس بقى ان هو هددني، قال لي لو خرجتي هقتلك. بس انا برضو خرجت لان انا هخرج لان كده كده هموت. فلا اخرج واحاول الحق حياتي. فلما لقيت اخويا قلت انا هخرج. لقيت اخويا بيتضرب، جريت تاني طبعا جوه، استخبيت ساعتها تحت السفرة. سمعاهم طبعا بيضربوا بعض، مش عارفه ايه اللي بيحصل بره. لحد ما لقيت جوزي رجع تاني جوه. في اللحظه دي خرجت من تحت السفرة وهربت. ساعتها قابلوني الجيران، كانوا بيقولوا لي غطي نفسك، وكانوا بيدوني شبشب البسوه. وجرينا انا واخويا على الاسم. كان معتاد عليه دايما انه لما بتحصل حاجه زي كده كانوا الجيران برضو بيتدخلوا، ولا دي كانت المره الاولى؟ ما كنتش بتكلم. اول مره في حياتي اقول الحقوني، اول مره احس ان انا محتاجه فعلا حد يلحقني. اول مره الاقي ان انا مش انا بجد لازم حد يلحقني يعني. لما الجيران ما سمعونيش، لا انا لازم حد يلحقني دلوقتي. انا دلوقتي بحاول بس افضل عايشه. فانا لازم اتلحق. لكن عمري قبل كده ما قلت الحقوني، ولا عمري طلعت الصوت، ولا عمري حصل حاجه. ايه اللي كان بيخليكي تسكتي يعني؟ انت كنت بتضربي؟ هو كان بيضربني ويسيبني، يعني يضربني ويسيبني ويمشي. ما كانش بيوصل للعنف ده او للافتراء ده. هو يعني الضرب ده اللي هو ايه يعني؟ يديكي بالقلم مثلا ويمشي؟ وده كان بالنسبه لك يعني عادي؟ عادي كنت ساكته؟ لا ساكته ليه؟ ما كانش الالم بس يعني، هو ما بيعتمدش على ده، هو دايما بيعتمد على الشعر والرجرجة يعني لازم يكون كده، ما بيضربش كده. يعني لما ضربني هنا في عينيا، دي اصلا دي رجلين، دي مش ايده، دي ايده هنا كانت في عينيا ايديه لما ضربني بالبوكس، لكن دي كانت رجلين. اللي خربيش دي رجلين، انا بس انا رجلين في جسمي طبعا. طيب انا عرفت من مامتك وانا بدردش معاها، طبعا هي استاذه حنان والده حياه مش قادره تتمالك نفسها، ومش قادره تتمالك انه بنتها ممكن يحصل فيها كده وهي ما تعرفش تعمل لها حاجه. فهي الحقيقه كانت المفروض تبقى موجوده معانا، لكن كل ما تبدا تتكلم تتعب. واحنا طبعا حفاظا عليها، لانه انا عرفت من حياه انه كانت قلتيلي انها قبل كده لما عرفت ان انت اتضربتي جات لها ازمه قلبيه، وهي اصلا ما بتشتكيش من القلب. لا هي ما بتشتكيش من القلب، بس هي ما عرفتش ان انا اتضربت. بس ده كان موقف على قد ما كان تافه على قد ما كان كبير. في يوم سبب المشاكل اللي بتحصل وسبب ان انا بتضرب ان المكوى اتاخرت، فلما ما لقاش المكوى جت اتبهدلت طبعا.
حصل نفس اللي بيحصل، وجابني هنا عند والدتي وسابني ومشي. ده كان بعد قد ايه من الجواز؟ الكلام ده تاني شهر، الكلام ده الشهر اللي فات. انت متجوزه بقالك 3 شهور؟ 3 شهور. الكلام ده تاني شهر الموقف بتاع المكوى ده. فساعتها بقى حكيت اللي حصل من قبل، اللي هو تاني شهر، اللي هو اللي حصل من القبل. كنا قاعدين انا ومامتي ومامتي وبابا. فانا ساعتها انفعلت وطلبت الطلاق وقلت لهم الشتايم، قلت لهم اللي بيحصل. فمامتي سمعت كلام ومسكت قلبها ساعتها، لما قلت لها لا انا اتضربت المره دي، ضربت واتضربت وحصل وشتمت واتقال لي، مسكت قلبها. من ساعتها تعبت جدا. الشهر ده اتنقلت العناية المركزة لما المشاكل كترت، ولما سابني في الشارع الساعة 2 ونزلت اخدتني تحت البيت هنا. اتنقلت العناية المركزة وكان بيمنعني اروح لها. طبعا احنا شفنا كمان التقارير الطبية بتاعت استاذة حنان، وفعلا هي كانت موجودة في احدى المستشفيات ودخلت الرعاية المركزة، و عرفنا من التقارير انه هي عندها شريان تقريبا الشريان التاني، وهي اصلا ما بتشتكيش من القلب. وسبب دخولها المستشفى زي ما بتقول حياة انه كانت متأثرة انه ازاي بنتها بيحصل فيها ده. طيب انا كمان عايز اسألك عن حاجة تانية. في ناس دلوقتي ممكن تقول انت يعني كانت فين فترة الخطوبة، فين الاهل؟ طيب هل مثلا طنط ما كانتش شايفة السلوكيات دي، اخوكي ما كانش شايف السلوكيات دي قبل ما تتجوزوا، ما سالتوش عليه؟ وده الف بيت يعني. لا تعرف الجواز سالنا عليه، لان هو محاسب في بنك محترم. قال ان هو ماسك حسابات مطعم في فندق محترم معروف. طريقته كانت كويسه، ما كانش في حاجه. اخدت قرار كامل ان انا اكمل وان احنا نتجوز. كانت صالونات وفترة الخطوبة كانوا مقررين ان هي تكون قصيرة. اتفقنا على فترة كبيرة، لكن بعدها قالوا لا. مين اللي قرر؟ هم اللي قرروا؟ كانوا مصررين ان هي تكون يعني فترة صغيرة. فما لحقناش نعرف بعض طبعا، وما كانوش بيخلونا نتقابل كتير. لما كنا بننزل نجيب العفش وكده كانت مامته بس تنزل معنا، هو ولا مرة كان موجود، فما تقابلناش كتير. طيب خليني برضو يعني اسألك من ضمن الاسئلة اللي كانت مطروحة قدام الناس وكانوا مصرين يعرفوا عنها تفاصيل في التعليقات. بعد ما خلصتي اللايف بتاعك، انت قلتيلي انه جاتلك رسائل من ناس كتير، لانه للأسف الشديد بعض الناس كاتبين في التعليقات انه تلاقيها كانت مصاحبة، وانا اسفه ان انا بقول كده طبعا، لانه باي حق بتحكم على الناس وباي حق بترمي الناس بتعليقات انت ما تعرفش التفاصيل كانت عامله ازاي. لا هو انا اقول لحضرتك، هو مخلي الناس دلوقتي بيتكلموا في شرفي وبيتكلموا في حقي، وهو عارفني كويس، واهله كلهم يعرفوا اختي الصغيره من زمان، ما هي مع قريبته في المدرسه، وعارفينها كويس، وعارفين ان احنا ايه، وعارفين تربيتي ازاي، وعارفين كل حاجة. وكان بيقعد يقولي ده السبب اللي انا جوزتك عشانه، ده سبب ان انتي محترمة، ده سبب ان انتي ما تعرفيش حاجة، ده سبب انا مش عايزك منفتحة، مش عايز انا بحطك في البيت ما بتخرجيش ما تعمليش مع ناس، عشان انتي مش تعرفي تتعاملي عشان عشان عشان. البنات كتير كلموني، وده انا اتفاجئت بيه. هو طلع يعني كان خاطب بنات كتير وكان بيبتزهم وكان بيستغلهم. في بنت سابت البلد وسافرت بسببه، بسبب ان هو كان يعني بيبتزها بحاجات صعبة عليها نفسيا. في أميرة الله يرحمها توفت من القهر بسبب محمود، بسبب ان هو سابها يوم فرحها. كل الحاجات دي اتصدمت، وكل الحاجات دي اتفاجئت بيها. عرفت ان هو كان بياخد فلوس من البنات، كان بيعمل حاجات كتير غريبة ومريبة.
كل الكلام ده ما عرفتهوش غير بعد ما الناس شافت اللايف ودخلوا قالوا لي احنا اتصدمنا. يعني كل اللي كان على علاقه بي سكتوا منعا انه ما يعملوش مشاكل. بالظبط. كمان ما كانوش يعني ما فيش محدش صور حاجه، محدش حصل زي كده. وبعدين انا اتجوزت لما اتكلمت عشان انا مراته، لكن اي بنت كانت على علاقه بيه كانت مخطوبه له، هي مجرد الموضوع انتهى وهي بتخاف منه لان هو بيتحمى في بلطجيه وبيتحمى في صباط وبيقول ده وبيعملوا لي كل حاجه. طيب انت بعد ما طلعتي اللايف جات لك رسائل من بنات كتير انه حصل معاهم تفاصيل، يعني احنا مش هنتكلم طبعا فيها علشان يعني تفاصيل عيب حتى انها تتقال لايف كده قدام الناس، وكمان هنحترم انه حياة قالت انا يعني قلتها في التحقيق ومش عايزة اتكلم فيها تاني، يعني كمان تفاصيل ما تصدرش ابدا بين اتنين مخطوبين. يعني انا قريت الرسائل اللي اتبعتت لحياة، رسائل واحد بيتعامل مع واحدة مراته، انا بتكلم على خطبهم قبل كده، وكاتب فيها حاجات يعني غريبة، يعني حاجات غريبة وعيب وحرام، ولا تنم ابدا عن انه حد عنده خلق ولا عنده حتى يعني مش عارف اقل حاجات عن دين. طيب احنا مش هنقول طبعا اسماء البنات اللي اتبعت الرسائل ليكي، لانه للاسف هو كمان مهددهم، تمام، زي ما مهدد حياة ومهدد والدتها ان هم ما يتكلموش علشان هيرمي على وشها مية نار، ووالدتها مش عارفة هيخطفها. هتقتلك بالقتل، تهديد صريح، هقتلك وهرمي في وشك مية نار. ولو ما عملتش كده كمان قولي علي اللي انت عايزاه، هتشوف تحدي وعيني عينك. الكلام ده وانتم متجوزين ولا بعد ما طلع لا بعد ما طلع اللايف هو اختفى، بس بقى بيهدد البنات اللي بيبعتوا لي يا اي بنت نزل حتى لو من غير اسمها، بس هو عارف كل واحده عمل معاها ايه، عارف مين دي ومين دي ومين اللي بتتكلم ومين حصل معاها كده، مين استغلتها في ده ومين استغلتها في ده، مين صورتها وابتزتها، مين طلبت منها طلبات غريبه وابتزتها، مين استغلتها في فلوس، مين، كل واحدة كان بيبقى ليها دور. كل دول بعتولك؟ كلهم، كل البنات بعتت لي، بنات كتير غير الكومنتس اصلا اللي اتكتبت من ناس بقى ما تعرفنيش وما بعتت ليش، يعني دخلوا شافوا اللايف وشافوا كل حاجة وكتبوا كومنتس اصلا، يعرفوا كان بيعمل ايه بقى في اصحابهم كمان. مثلا احنا يعني كنا حابين نوضح كل ده للناس اللي بتتابعنا علشان اكتر من حاجه. اولا معلش اعذري حياة، انت عندك 21 سنه، بنوته لسه صغيره جدا جدا على فكره انه هي تتجوز، من قبل ما تخلص جامعتها، من قبل ما كمان عرفتوا انه يعني من مامتها انه هي كمان كانت مامتها شايله مسؤوليه تعليمها وهي متجوزة، فدي من ضمن الحاجات اللي كانت حتى لو هتنم على شيء هتنم على انه شخص غير مسؤول بالمرة. تاني حاجة انه فترة الخطوبة دي فترة مهمة جدا، حياة ما كانش عندها المساحة انها تتعرف عليه اكتر، وبالتالي ما كانتش عارفة كل حاجة ليها علاقة بعلاقاته قبل كده، ما قدرتش تعرف كمان اهله. الاهل هنا برضو يعني جواز يعني عيلتين بيتعاملوا مع بعض وخلاص بيبقوا عيلة واحدة بعد كده، فبالتالي ده برضو ما كانش موجود. فكرة ان انا اسأل على الشخص اللي جاي يتجوز بنتي، والحقيقة ان احنا كنا حابين نوضح كل الخيوط دي علشان الناس اللي كانت بتبعت في التعليق ارجوكم انتوا ما تعرفوش تفاصيل القصة ايه، ما تعرفوش اللي عاشته
حياة ايه، ولا تعرفوا ظروف العلاقة دي كانت ايه، لانه في تفاصيل تانية كتير احنا مش هنعرف نتكلم فيها. عايزة تقولي ايه في الاخر؟ يعني انت من اللحظة اللي انت فيها دلوقتي تقولي ايه لكل بنت مقدمة على خطوة الجواز من خلال تجربتك، وتقولي ايه لأي حد دلوقتي بيشوفك، ايه اللي انت عايزاه، ايه اللي انت محتاجاه يكون موجود علشان تحسي بالامان؟ بالنسبة للبنات اللي هي في فترة دلوقتي خطوبة او هتتجوز، اهم حاجة انك تعرفي كويس، دي نفسك وقت كبير، تخانقوا كتير، شوفي رد فعله في المشاكل، شوفي بيعمل ايه، قربي من اهله، الاهل بعد الجواز المفروض ان هم يكونوا اهلك، شوفي رد فعلهم، هل بيدعموه ويسكتوا لو افترى لو اذاكي، شوفي بيقفوا جنبك. بالنسبة للستات المتجوزة، لو بتضربي، لو جوزك بيأذيكي نفسيا، لو جوزك بيعمل فيكي اي حاجة، بيمد ايده عليكي، مفيش حد بيتغير، ومفيش حد سلوكه بيبقى احسن، ومفيش حد بيستاهل عذر على الحاجات دي. لا تقبلي ده على نفسك، ولا تقبلي ان انت تضربي وتتهاني، ولا تقبلي الاهانة لأهلك اللي ربوكي وكان جازتهم ان هم بيبقوا بيتشتموا. كل اللي انا محتاجاه دلوقتي، محتاجة احس بالامان، انا متعرضة لتهديد بالقتل، خايفة على نفسي وخايفة على اهلي، ده كل اللي انا محتاجاه. طبعا الموضوع وصل للنيابة، والموضوع وصل للسيد النائب العام، وناس كتير كلمتني، والمستشار هيثم عباس كلمني وقال لي ان هو هيتكفل بالقضايا بتاعتي، وان هو هيتولاها كلها، وان هو هيقف جنبي. كل الناس دي بتساعدني، وانا محتاجة اخد حقي، انا لازم اخد حقي، ولازم ما يحصل ليش حاجة. انا لو حصل لي حاجة ما ينفعش تسيبوا حقي وحق البنات اللي راحوا. انا بشكرك يا حياة، واسفة انه انتي متعيكيش، يعني الموضوع دلوقتي خلاص هيتحل ان شاء الله، وهتاخدي حقك، والوقت اللي انتي فيه خلاص. حقك هيجيلك على فكرة، واحنا موجودين معاكي النهاردة علشان حقك يجيلك، وعلشان الدنيا مش سايبة، وعشان في قانون، وعلشان مش اي حد هيهدد الناس ويستغل ضعفهم، والدنيا مش سداح مداح كده لاي حد يتعرض لاي حد، حتى لو كان زوجك. يعني انتي ليكي حقوق وهتاخديها، واحنا معاكي لحد ما تاخديها، وعشان كده احنا موجودين معاكي دلوقتي، وكل الناس اللي بتتابعنا دلوقتي يعني تقريبا كلهم متضامنين معاكي، لان الظلم ما حدش هيقبل بيه، والبلد فيها قانون، وهتاخدي حقك، وان شاء الله المرة التانية نبقى موجودين معاكي بعد ما تاخدي كل حقوقك، وتتردلك كرامتك واعتبارك قدام الناس كلها. وانتي لسه صغيرة والحياة لسه قدامك، وان شاء الله دي هتبقى صفحة وهتقطعيها من حياتك خالص، وهتبدأي بداية جديدة مع راجل بمعنى الكلمة يصونك ويحافظ عليكي ويعفك ويحترمك ويبقى في ظهرك وسند ليكي ان شاء الله. خلاص بقى ما تعيطيش، وان شاء الله باذن الله حقك هيجيلك، اوعدك ان شاء الله، البلد دي فيها قانون، ان شاء الله حقك هيجيلك باذن الله. شكرا لك يا حياه، وبشكركم كل متابعينا في كل مكان. الحقيقه انه انا كنت متحمسه جدا انه نبقى موجودين في اللايف ده، لانه كل التعليقات اللي جت حبينا ان احنا نرد عليها،
والتفاصيل اللي حكيناها دلوقتي كانت برضو يمكن الوقت ما سعناش من خلال التغطية ان احنا نستعرضها مع حضراتكم، لكن دي كانت تفاصيل مهم انه هي تتعرض ومهم انه الناس تسمع. بشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وانتظرونا ان شاء الله احنا مش هنسيب حياة، هنكون معاها في كل التفاصيل علشان يعني كمان نقول لحضراتكم التطورات اللي بتحصل اول باول. شكرا لكم والى اللقاء.